اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني
ولا تقطع رجائي منك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني، ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني، ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني، ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني، ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي،
وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك. اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي، وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني الثواب، فأسألك اللهم يا ذا الجود والكرم أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.